فيك شي حطو يعني يقدر يخرجو كل شي. كان وجد رسالة أستاذ نظاري حراسة مزيان داز ديك شي يعني عادي شي باخر شي حان يعني سهل تقريبا 3 شهور الاخر ما نقلش نوع شي حان كان ما ماشي في المتناول صراحة كيجيو كيتعداو على ولاد الناس وما ماشي معقول إذا كنت قرأت تقرأ في الأخير كتحط لك شي حاجة وما قريش شكا قلب على ذلك الشي اللي قريش ما لقيت غب حلوالو أترجع استدراكي يتقالي بونجول كنت سنة أنا بونجولي تحط لينا ساطيلي ساطيلي تانا ما قريشو بالأسف أحفظ راح أحفظ شو تبدلش مجهود وان الشي اللي كيبقى في الحال من أفرح الوالدين السلام الأستاذ جمال أستاذ التربية البدنية عندي حتى انا بنيتي هنايا كندوز الامتحان ديالها ديال واحد المؤسسه خصوصيه حضرنا معاهم في البدايه وطلعنا لهم شويه المورال بيان سيغ كتجي باش ما يدخلوش ستريس وداك الشيء الحمد لله ملي دخلوا بقينا كنتسناو حنا لربما عايشين لو ستريس اكثر منهم هما حتى خرجوا الوليدات وملي خرجوا الحمد لله تلقينا تقريبا شي 3 أو 4 ديال التلاميذ اللي قال لك اودي ان الامتحان كان في المستوى الصراحه امتحانك في المتناول سهل فهمتي ليه اللي قاري راه غادي يجيب من غير شي اسئله شويه والزيار راه كان شويه الاول ساعه من بعد في الاخر فهمتي المهم كان زيار شويه وامتحان راه سهل صراحه كاين واحد جوج اسئله صعاب صافي اما واحد البورسونتاج ماسي صافي هذا اللي جاني صعيب انا صراحه صافي اللي ما حافظ صافي راه غيجيب كيف المستوى بالنسبة للوليدات تفرق لا بالنسبة لياسمين دارت الخدمة ديالك في وقت الدار لا بالنسبة للأطور لا بالنسبة للأساتذة لا بالنسبة للإدارة كاملة والحمد لله كتحس بأن ليكيب كلها مجموعة والدليل على ذلك هو ملي كتشوف المديرة ديال المؤسسة كاينة هنا حاضرة معك يعني على أن بأن المؤسسة قائمة بالواجب ديالها والدليل على ذلك هو كتشوفوا ليكيب كلهم كلشي مناشط كلشي ناشط هذا ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بغيت تقول شكون الحاجه اللي جاتني سهله ماشي صعيبه شنو الحاجه اللي جاتني سهله ماشي عركان صعيب ومزيريننا بزاف واحد جوج استاذات غاديين جايين وانا الشيفوره اش غندير الله يسمح ليهم انا الشيفوره ومزيريننا مكاين لا القلاله حتى شي حاجه الحمد لله الحمد لله دائما وتبارك الله وتبارك الله تبارك الله الله يجازيك بخير واحد الشهاده لله انا الاستاذ ديالهم وعشت في المؤسسه اقسم لك بالله الى اول من خصهم يشكروه يشكروا الاساتذه ديالهم يعني انهم قراو حتى اصبحوا يقولون للفرد فريد ملي كيوصل الانسان لواحد المستوى راه تبارك الله خدموا معاهم الاساتذه الاداره كانت في المستوى حركاتهم لي زومبلوا دي طون تبدلوا شحال من مره على اساس يوفروا لهم الجو اللي قراو فيه الدراري قراو بواحد المستوى بواحد الكفاءه عاليه